أرحب الآن بضيوفي الكرام من كامبالا، بدر الدين خلف الله الباحث والمتخصص بالشأن الإفريقي، ومن استوديو النيل بالقاهرة الأستاذة أسماء الحسيني الخبيرة في الشؤون الإفريقية، وكذا من استوديو القاهرة الإخبارية سماني عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز. أهلا بك أستاذ سماني، وسأبدأ بك سيدي الكريم لأنك يعني الأقرب منا جميعا إلى ما يدور في السودان. قل لي سيدي، هل ترى أنه هناك تفكير منطقي حكيم هو الذي جعل الفريق البرهان يبدأ جولته الخارجية الأولى منذ بداية دوران عجلة النار في السودان بالقاهرة ثم جوبا، تفكير يشعرك أنه هناك يعني قدرة على دراسة الحالة الاستراتيجية في الإقليم وما يحتاجه السودان ومن أي بلاد تحديدا؟ تفضل سيدي. الله، تحية لك أخي محمد وتحية لضيوفك الضيفيك الكريمين. حقيقة التفكير الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارته الأولى إلى مصر كان تفكير سليم جدا نسبة للجهود التي ظلت تقوم بها الحكومة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤلي اهتماما كبيرا بالقضية السودانية وظل يبذل جهود كبيرة جدا لإيقاف الحرب وعدم اشتعالها كما حدث الآن. فلذلك البرهان خصص زيارته الأولى لجمهورية مصر العربية ثم أعقبها بزيارة أخرى إلى دولة جنوب السودان، باعتبار أن مصر هي التي بادرت بقمة دول الجوار السوداني واستطاعت أن تجمع دول الجوار السوداني لمناقشة القضية السودانية. دولة جنوب السودان كذلك قامت هي أيضا بجهود مبكرة جدا لاحتواء الأزمة السودانية، وباعتبارها دولة الجوار وباعتبارها تربطها علاقات تاريخية وثيقة بالسودان وكانت جزء من السودان، صحيح، وعضو في مبادرة إيجاد التي أيضا هي طرحت مبادرة لاحتواء الأزمة، ولكن السودان احترض على تلك، لم يحترض على المبادرة ولكن احترض على رئاستها لدولة كينيا. فلذلك زيارته اليوم إلى جنوب السودان باعتبار أن الرئيس الفاكير تربطه علاقات وثيقة جدا برئيس كينيا ورئيس مبادرة إيجاد. فلذلك الاختيار كان ذكيا جدا من مجلس السيادة ومن البرهان باختيار دولتين لهما تأثيرهما الكبير ولهم جهودهما الكبيرة جدا لاحتواء الأزمة، واعتبار أن مصر قلبها على السودان وكذلك جنوب السودان قلبه على السودان نتيجة لما يحدث فيه. فلذلك الألم أصبح ألم مشترك يضم هذه الدول الثلاث، سواء كان الألم الذي يصيب السودان تتألم منه مصر ويتألم منه جنوب السودان، صحيح، وكذلك الألم الذي يصيب أي من الدولتين يتألم منه السودان وتتألم منه هذه الدول الثلاث. فلذلك كانت الزيارة موفقة جدا، الأولى لجمهورية مصر والثانية لدولة جنوب السودان. أستاذ سماني، زملائي أخطروني بأن الجيش السوداني أصدر لتوه بيانا يتحدث عن تسليم عدد من أفراد ميليشيا الدعم السريع إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطبعا هذا تمهيدا لإعادتهم إلى لا أعرف ماذا يسمونها، وحداتهم ولا أي شيء آخر. المهم، هل تتصور أن هذا بداية حوار بين المتقاتلين في السودان؟ عفوا، إذا أعدت السؤال مرة أخرى يكون السؤال هو بناء على ما أصدره الجيش السوداني للتو. نعم. بيان يقول أنه تم تسليم 30 فردا من عناصر الميليشيا المتمردة، طبعا الدعم السريع، إلى الصليب الأحمر لتسليمهم لتحريرهم، لا أعرف، لتسليمهم. نعم. أيوة. نعم. وهؤلاء هم في مجملهم من القاصرين سيد سماني. أقصد نعم. إنه هذه المبادرة من الجيش السوداني هل هي بداية يعني انفراجة
حوار بين المتقاتلين في السودان؟ حقيقة أخي محمد، الجيش السوداني منذ 15 أبريل ظل يفرد يديه مبسوطتين ويمدها بيضاء للحوار وللدخول في تفاوض لوقف هذا العبث الذي يحدث في السودان، ودليل على ذلك مشاركته في محادثات جدة التي وقع عليها اتفاق لوقف العدائيات، ولكن الميليشيا لم تلتزم بذلك الاتفاق. هل الدعم السريع يفرجون عن أسراهم، أسرى الجيش السوداني أيضا؟ لأنه هناك حديث في نفس البيان للجيش السوداني عن التباحث بشأن الإفراج عن 200 من البالغين هذه المرة وليس من القُصّر يا أستاذ سمان. نعم، الحقيقة الميليشيا أو الدعم السريع ظل خلال الفترة الأخيرة يعتمد على القُصّر ويغريهم بالمال للانضمام إلى صفوفه بعد أن استطاعت القوات المسلحة بالقضاء على العديد من جنوده وفرار البعض الآخر وترك السلاح والابتعاد عن الحرب. فلذلك الجيش السوداني في معركة أول هجوم على المدرعات الذي استمر عدة أيام استطاع إلغاء القبض على العديد من الجنود الأطفال، وهذا يخالف للقانون الدولي الإنساني تجنيد عملية تجنيد الأطفال. فلذلك الجيش الآن يبادر بإطلاق سراحهم وتسليمهم إلى ذويهم وليس للميليشيا، بل سيقوم بتسليمهم إلى ذويهم عبر الصليب الأحمر. إن كنت لا تعرف يعني من فسدت أفكاره أين سيذهب بعد أن يوصله الصليب الأحمر إلى بيته.